بأطرافي خبر يطمئنهن على أبنائهن يتشبثن، لكن الصبر نفد ودموعهن باتت تتسابق بالانهمار خوفا وقلقا بعد 39 يوما لا يسمعن فيها إلا بعشرات الأسرى المضربين عن الطعام ينقلون إلى المشافي في أوضاع صعبة. وأي منهن لا تعرف ما إذا كان ابنها من بين الأسرى المنقولين؟ من ياما اضرب ابني عن الاكل ما بعرفش عنه اشي. معكم تلتي مقبضات 20 سنه الى 16 سنه بالسجن. بتقولي لي كيف حالك؟ شو بدي اكون حالي؟ بدنا اولادنا. 39 يوم انتو تجي نفس السؤالات، ما تغير علينا اشي، نفس الاشي يعني. مش دارين شو صار في أولادنا، مش دارين شو صار، مش دارين شو عملوا. تواتر الأخبار من المعتقلات وتحذيرات هيئة شؤون الأسرى والمحررين من خطورة أحوال الأسرى والمطالبة بضرورة التحرك العاجل لإنقاذهم جعلت خيام الاعتصام تغلي غضباً. المئات تظاهروا في رام الله ونابلس والخليل مرددين القسم بإسناد الأسرى في إضرابهم ومطالبين القيادة باتخاذ خطوات جدية لإنقاذهم. أنا بعتقد على السلطة الفلسطينية اليوم قبل الغد أن تتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، أن تتوجه إلى مجلس الأمن، أن يقوم الرئيس محمود عباس بتعليق التنسيق الأمني فورا ودون تردد. الرئيس الفلسطيني محمود عباس أجرى اجتماعات طارئة لمركزية حركة فتح أكد خلالها أنه طلب من المبعوث الأمريكي لعملية السلام التدخل لحل قضية الأسرى بأسرع وقت. القضية طبعا أصبحت صعبة جدا وحساسة جدا، ولذلك يجب أن نجد حلولا بما يضمن حقوق الأسرى، الحقوق التي طالبوا بها، ونحن نعرف وكل العالم يعرف أنها مطالب إنسانية. وكانت إسرائيل أعلنت عن نقل 150 أسيرا من بينهم مروان البرغوثي إلى المشافي بعد تدهور أحوالهم الصحية. صبرهم بات بحاجة إلى صبر ليعينهم على الصمود ومساندة أبنائهم المضربين وسط صمت عربي ودولي بات يخجل الإنسانية من الحديث عنه. نسرين سلمي، رام الله، الميادين.